مشاهدينا الكرام مساء الخير مجددا، متابعة للحدث والفاجعة التي وقعت بولاية الوادي. 8 رضع يعني ماتوا إما اختناقا أو احتراقا، روايات متعددة ومختلفة، عدد كبير من الجرحى، يعني طوارئ، وولاية الوادي كلها اليوم على صفيح ساخن بسبب السخط والتذمر للوضعية التي آل إليها المواطن الجزائري. اسمح المواطن الجزائري يموت لأتفه الأسباب. ربما لو كان خدينا بمعايير السلامة والأمن يعني يسوى وربع فراك، يعني ربما رانا حافظنا على هذه الأرواح هذه وما ماتتش. أسعد باستضافة سيدة مرزوقي فاطمة الزهراء، مسؤولة الإعلام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، حين نتكلموا على ربما نحاول نفهموا وش هي الأسباب اللي أدت إلى أو اللي قد تؤدي إلى مثل هكذا كوارث، دون أن نحدد يعني المسؤولية بدقة، لأن التحقيق ما زال جاري وربما راح يأخذ وقت باش نوصل إلى نتيجة نهائية، ولكن ماذا بينا تعطونا النتيجة فقط، ماشي كما لجان التحقيق السابقة اللي احنا نعرفوها في الجزائر، كما يقول لك دير لجان التحقيق معناها انتظر لأنه ما كاش نتيجة. سيدة مرزوقي مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. اسمح لي فقط أني أقدم تعزية سابقة وكل مشاعر المواساة مع أهلنا في الواد إثر الفاجعة التي ألمت بهم بكل عوائل الواد والجزائر عموما. إن شاء الله. نعم، كل الجزائريين اليوم رم يعني تحت وقع الصدمة، ما فيهاش رانا تحت وقع الصدمة. نحب نعرفوا سيدة مرزوقي يعني وش هي الأسباب اللي عادة أنتم يعني شركة جزائرية تتعاملوا مع الكهرباء والغاز، وش هي عادة الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى هكذا حرائق، يعني سواء في مستشفى، في بيت، في مرفق عمومي، في دونزان أوتيل، ممكن في ملعب، ممكن هل البنايات الجديدة هذه تأخذ بمعايير سلامة لا تأخذ، هل تستشارون لا تستشارون، رأيكم إلزامي أو غير إلزامي، هل عندكم أن دروا دو روغار بعد إنجاز المشروع وما عندكم، هل لو دروا دو روغار هذا قبلي أم بعدي، أسئلة كثيرة تطرح، حبينا يعني نتقاسموا معك النقاش مع المشاهد الكريم. بالنسبة ردا على سؤالكم أو ما يخص الحرائق اللي قد تنجم سواء كان بسبب الكهرباء أو بسبب الغاز، غالبا ما تنجم داخل الشبكات الداخلية للزبائن. وش تقصدي بالشبكة الداخلية باش المشاهد يفهمها؟ الشبكة الداخلية هو كل ما يوجد من توصيلات سواء كانت للكهرباء أو للغاز داخل منزل الزبون. داخل منزل الزبون كل ما نشاهده في الخارج، في الشوارع، في الجبال، هذاك في الشبكات لتوزيع أو نقل الكهرباء، لكن كل ما هو موجود داخل مملكة الزبون، فما نقول ملكية الزبون، هو يعد من الشبكة الداخلية. بالنسبة المسؤولية تاعكم داخل ملكية الزبون، عندكم مسؤولية ما عندكمش؟ ما عندناش أي مسؤولية على كل ما هو موجود داخل بعد العداد، سواء كان عداد الكهرباء أو عداد الغاز. كل ما وجد بعدها داخل ملكية الزبون هو من مسؤولية الزبون. يستوجب عليه أن يحرص على أن هذه الشبكة الداخلية تكون يتم إنجازها من طرف محترف سواء كان في الكهرباء أو في الغاز، وأن يقوم. وش تقصدين بمحترف أستاذة؟ وش تقصدين بمحترف؟ ما معنى محترف؟ أن ارتيزون بروفيسيونيل يكون عنده دونك معترف به من طرف الدولة عموما، من طرف هيئة الدولة. سامحني، يعني عنده اماغريمون من عند صون الغاز، ماهوش محترف برك انا تليفوني عيط نلقى واحد فيسبوك ولا قال اروح تخدم لي الغاز ولا الماء ولا تريسيتي في الدار، ولا لازم يكون معترف به من عند صون الغاز. ماشي شرط انه يكون معترف به من عند صون الغاز. القانون حاليا لا يلزم الزبون بانه يقوم بانشاء التركيبه الداخليه سواء كانت في الكهرباء او الغاز من طرف محترف يتم الاعتراف به من طرف صون الغاز، ولكن يعني يحبذ ان يكون عنده ان اغريمون من طرف موزع الكهرباء والغاز في الولايه. ساعه نقاطعك، جايه الشتاء راح نسمعوا الوفاه بالاختناق بالغاز وكذا. بالضبط، لذلك احنا بالنسبه لموزعي الكهرباء والغاز
في جميع الولايات. نحن على بصدد التحضير للحملة التوعوية التي نقوم بها سنويا ابتداء من شهر أكتوبر والتي تدوم إلى شهر مارس بتعاون مع الحماية المدنية، واللي تمس بشكل خاص المدارس، لأن هذه الشريحة عندنا سهولة للوصول إليها وتعد ربما همزة وصل بيننا وبين الزبون الكبير اللي هو الوالد والوالدة في البيت. العودة فقط لسؤالكم بالنسبة للحرائق التي قد تنجم عن الكهرباء أو الغاز، سواء كان في الغاز هو تسرب للغاز، دونك سكون ابل حنايا لي فيت دغيني اللي قادر يؤدي الى انفجار وحريق، هذا بالنسبه للغاز. بالنسبه للكهرباء كما ذكرتم او كما شاهدت في العديد من الروبورتاجات التي تنبثها اليوم بخصوص الفاجعه التي مستنا في الواد، انه يرجع ذلك الى شراره كهربائيه تكون قد تسببت في الحريق الذي اودى الى الخسائر. هذا في تقديركم معناه رواية معتبرة بلوزيبل ممكنة أو غير ممكنة، يعني شرارة كهربائية ما تديرش حريق في تقديركم توما؟ شرارة كهربائية احنا في 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 الحملة التوعوية تاعنا دائما نتحدث على الشرارة الكهربائية التي قد تنجم عن شبكة داخلية غير مطابقة للمعايير معايير الأمن والسلامة والتي قد تؤدي إلى حرق. أستاذ اسمحي لي، أنا كما يقولوا راح في عمري نصف قرن وشوية، الله يسلمك، وش هي الشرارة الكهربائية؟ ساعة عندي لابريز تاعي هكذا نشارجي تليفون كذا نشوف حاجة، هل هذيك هي وش هي الشرارة الكهربائية؟ هل كل مواطن جزائري يعرف ما معنى الشرارة الكهربائية؟ الشرارة الكهربائية هي تنجم عن ان كور سيركوي، سكون دونك اللي بالعربية نسموها الدائرة القصيرة، ربما التلاميذ اليوم اللي يدرسوا فيزياء يعرفوا ما هي الدائرة القصيرة، وهذه تحدث من اتصال قطبين السالب والموجب مع بعضهم. السبب في هذا لو كور سيركوي او الدائره القصيره هو انه يكون هناك تلامس لقطبين، واحد موجب وواحد سالب. السبب فيه هو التلف اللي ممكن يكون في العوازل الموجودين على مستوى الشبكه الكهربائيه. هذا التلف اللي ممكن يكون في العوازل. استاذ معليش قبل ما نواصل فقط نديروا فاصل اللي كانت كرمتي ثم نعود، فاصل قصير هكذا ثم نعود نوليو للنقاش. اذا فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا. كنا نتكلم مع سيدة مرزوقي فاطمة زهرة مسؤولة الإعلام بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، كنا سقسيناها على الشرارة الكهربائية، ما معنى شرارة كهربائية وكي تصرى في بيت، يعني احنا بعض الأحيان لا نلقي لها بالا، فهل ممكن تؤدي إلى مشكلة؟ ممكن تؤدي إلى مشكلة، أكيد أنه ممكن تؤدي إلى مشكلة تتطور للشرارة الكهربائية قادرة تتسبب في حريق، لكن هناك دائما معايير للسلامة والوقاية يمكن أن نتجنب من خلالها وجود هذه الشرارة الكهربائية. أولها أنك تقوم بإنشاء الشبكة الكهربائية كما قلنا مطابقة للمعايير، بالتالي يتم إنشاءها من طرف محترف. كاين هناك أيضا ما يعرف بالقاطع التفاضلي واللي هو الديجونكتور اللي معروف عند جميع الناس. الديجونكتور هذا هو ربما صمام الأمان فلنقل بالنسبة لحدوث أي شرارة كهربائية في البيت، لأنه الديجونكتور هذا إذا كان مطابق المواصفات، إحنا غالبا كيجي زبون ويكمل الشبكة الداخلية للكهرباء تاعه ويطلب الوصل بالكهرباء التوصيل بالكهرباء، الشيء الوحيد اللي نراقبه أنه الديجونكتور تاعه مطابق للمواصفات و دونك عنده 32 أمبير، دونك سي ان ديجونكتور 32 أمبير اللي يحترم، استدير يكون مطابق مع الاستطاعة الموضوعة تحت تصرف هذا الزبون. إذا كان هذا الديجونكتور بنوعية جيدة رايح هو يحمي الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل البيت بحيث لا تتلف، ورايح يحمي بحيث لا تتلف بتسرب الكهرباء لهذه الأجهزة الكهربائية. الناس يكي يلمسوا
كي يلمسوا سواء ثلاجة ولا انديجونكتور وتحس اون شارج الكتريك. هذا معناته انه هناك تسرب للكهرباء لهذه الأجهزة. هناك ايضا هذا الجهاز يحمي ايضا تسرب الكهرباء الى الانسان من خلال لا ميزالاتير. دونك لازم نستوجب على الزبون انه يكون عنده اون ميزالاتير اون بون ايتا. دونك اون بون ميزالاتير اللي رايح لو ديجونكتور هذا رايح يامن التوازن بين الكهرباء اللي تم تموينها واللي الكهرباء اللي رايحة توصل للأجهزة مختلف الأجهزة الموجودة في البيت. إذا كان محبسش لو ديجونكتور، إحنا نعرفوا ديجونكتور يعني يطفى وحده في بعض الأحيان ولا يحبس ولا مش كل واحد كيش. هذا مؤشر. لو ديجونكتور تاعك إذا كان يفصل الكهرباء، إذا فصل لك الكهرباء لو ديجونكتور معنى ذلك أنه عندك أن كور سيركوي موجود في البيت. دونك هناك خلل في الشبكة الكهربائية الموجودة عندك. أيضا لو ديجونكتور هذا اللي يفصل وقت اللي يكون كاينة اون شارج، دونك اون سورشارج، توصيل أجهزة كهربائية كثيرة في نفس الوقت. دونك راح تصرى اون سورشارج، هاد لا سورشارج رايحة تؤدي إلى دونك ان ريشوفمون، دونك الأسلاك الكهربائية الموجودة في البيت راح تسخن والعوازل تاعها راح يتم إتلافها. دونك سي اون شان. طيب في حالة ما إذا لو ديجونكتور ما صوتاش، كاين شرارة كهربائية بصح ديجونكتور هذاك ما صوتاش، نتكلموا بالدرجة تاعنا باش الناس كامل تفهمنا. هنا هل الأمر طبيعي غير طبيعي؟ هو أمر غير طبيعي، معناته أنه لو ديجونكتور تاعك ما يفونكسيون با بيان، يفونكسيون با بيان، بصح هو غالبا لو ديجونكتور ديك إل يا أون ماس إلكتريك سيستيماتيكمون يفصل. سيستيماتيكمون يفصل. ما فصلش. ما فصلش معناتها انه لو ديجونكتور تاعك راهو في حاله مش هو في روحه متلف، لابد من اصلاحه. لابد من اصلاحه. لذلك حنايا في الحملات التحسيسيه تاعنا نديو الزبائن الى صيانه، خاصة لو ديجونكتور لازم يخضع للصيانة، صيانة دورية. نتأكد أنه لو ديجونكتور، لو ديجونكتور التفاضلي، دونك القاطع التفاضلي ولا لو ديجونكتور ديفيرونسيال اللي عندي يل فونكسيون نورمال. اسمحي لي، الصيانة هذه الدورية كيف نديرها أنا في داري؟ كيف ندير الصيانة الدورية؟ شفت المحترف هذاك اللي ندير لك التركي لانستالاسيون انتيريور، الشبكة الداخلية، هو نفسه ليليكتريسيان، دونك ماشي نفسه بيرسونيلمون، قصدي محترف. نعم. قادر يجي يدير لك صيانه دوريه لل. هل هذه انتم تفرضوها على الزبون استاذه ولا مش مفروضه على الزبون؟ هل كاين قانون في الجزائر يفرض عليا اني؟ لا. سمحي لي، في التامين ربما كاين قانون في التامينات اللي ماناش عارفين. ولكن احتمال كبير انه كي تروح انت ترومبورسي على جال امور تحرقت لك ولا يقول لك انت درت كذا ما درتش، درت صيانه ما درتش الى اخره. لكن انتم كمؤسسه هل عندكم قانون يجبر الزبون على؟ احنا كمؤسسه خاضعين للمرسوم التنفيذي 1095 اللي تم اصداره، اللي يحدد المسؤوليه، فوالا اللي يحدد المسؤوليات والحقوق بين الزبون وموزع الكهرباء. واللي هذا القانون اللي مسؤول عليه دونك لجنه ضبط الكهرباء والغاز اللي خاضعه دونك لوزاره الطاقه. هذا القانون في حد ذاته هو اللي يحدد هذه المسؤوليات بيننا وبين الزبون. احنا جمله احنا بالنسبه للغاز قبل توصيل الزبون بالغاز نقوم بالتأكد من أنه منافذ الهواء، منافذ الغازات المحروقة موجودة وتم نوضع الغاز في الخدمة. وبالنسبة للكهرباء نتأكد أنه لو ديجونكتور اللي تم وضعه من طرف الزبون اي فونكسيون نورمالمون، دونك مطابق للمعايير المفروضة. طيب في تقديرك انت استاذة بالعودة الى مأساة ولاية الوادي، وش اللي يقدر يكون حدث؟ ودائما عندكم دي بيست، يعني عندكم احتمالات، قال احتمال الاول ثاني ثالث، ماشي هذا ماشي هذا ماشي هذا هذا. في تقديرك انت يعني تعرفي لهذا المجال، ماذا يمكن ان يكون قد وقع؟ الصراحه ما نقدرش نقدم اي احتمال كان، لانه لجنه التحقيق موجوده هي تتاكد من الاسباب. لكن ربما للعوده لسؤالك في بدايه الحصه،
كل ما هو متعلق ربما إذا كان هناك حريق قد يكون السبب تاعه هو شرارة كهربائية. طيب أستاذة، الآن منذ قليل كنا نتكلم مع خبراء في العمران، يعني لي زاشيتاكت اللي يعرفوا لي زابيل دوفر ويعرفوا تما كيفاش يعني يروسوفيو المشاريع، الأمور التقنية. في تقديرك أنت اليوم البناءات في الجزائر كلها مرافق عمومية غيرها، هل تحترم معايير السلامة والأمن في الغاز وفي الكهرباء وفي لاسينيسمون وفي مسائل أخرى؟ شوف، أنا نقدر نقول لك بالنسبة للغاز مثلا، الغاز مثلا نتلقاو ببعض الخلل أو دي ديفو موجودين في لي انستالاسيون انتيريور غاز، لكن نقدر نأكد لك باللي فور المعرفة بهذا الخلل هذا اللي موجود على مستوى الشبكة الداخلية ما نوضعوش تماما الغاز بالنسبة لهذا. حتى ولو يسمحي لي، نعم تفضل صريح لي، حتى ولو يجيكم تليفون، حتى ولو يجيكم أمر قال سر خلي الناس تسكن، خلي الناس تركب، خلي الناس كذا، ما ديش مستحيل، ما نلعبوش باسكو الغاز ما ي... الغاز ما ي... يباردون با ما, ي... ما يعطيكش وقت ما يعطيكش وقت وما يعطيكش ماج دو مانوفر، وقادر يتسبب في مشاكل كبيره. بالتالي احنا غالبا حتى بالنسبه للمشاريع اللي يكون هناك سرعه لتسليم البيوت ما نوضعوش عدادات الغاز حتى اذا تاكدنا مع المقاول بانه انشا الشبكات الداخليه وفقا للمعايير. واذا ما كان انشاها دونك نديروا دي ريزيرف وما نحطوش الغاز في حيز الخدمه. بمعنى انه نتوما ديروا تحفظات ديروا تحفظات دونك اون فا ايميتر دي ريزيرف على اساس هذه التحفظات هذه المقاول ولا صاحب البيت رايح يقوم بتعديل الشبكه الداخليه تاعو، بالتالي حتى تكون مطابقه للجوده ويتم وضع الخدمه للغاز او الكهرباء. طيب أستاذة، هل في تقديرك اليوم أنت تشوفي بأنه لازم نمشي إلى قضية يعطوكم الحق أنتم كمهنيين وكالناس اللي تعرفوا هذا المجال هذا، يعطوكم حق إلزامية النظر بعد الوضع يعني وبعد الخدمة، يعني لو دروا دو ريغار ابري لا ميز ان سيرفيس بوست ميز ان سيرفيس؟ شوف انا نعطيك فقط مثال قانوني، اليوم نظن بلي ما عندكمش قانونيا ما احناش ملزمين بهذا الامر. والمشكل وين راه؟ انه نضرب لك مثال بالنسبه للغاز مثلا، احنا كي نجيو نديروا ميز ان سيرفيس دونك نتاكدوا انه كما قلت لك دونك الفتحات اللي خروج الهواء الغازات المحروقه موجوده مطابقه للمعايير، نوضعوا الغاز داخل الخدمه. ما يحدث بعد مرور وكلاء او اعوان مديريات التوزيع او وكالات توزيع الكهرباء والغاز انه يتم هناك تحويلات، دونك يا دي ترانسفورماسيون au niveau de ces habitations على مستوى هذه المساكن. وش هي التحويلات مثلا؟ مثلا يدير يخبي شبكة الغاز، يدير لافايونس ويخبي شبكة الغاز، يحول لو شوف بان يحطوه في مكان مغلق داخل مثلا داخل الحمام، قادر باسكو لا بوش دايغاسيون هذيك لا بوش دايغاسيون قادره ربما بصفه جماليه ربما راحت تفسد المنظر الجمالي للمطبخ ولا الحمام رايح يتم سده. هناك امثله عديده. الوقت الان كلمه اخيره، ما بقاليش كثير من الوقت في المجال هذا تاع الامن والسلامه وغيرها. الامن بالنسبه للامن والسلامه احنا كي نحطوا ان سيرفيس دونك كي نوضعوا في الخدمه الغاز او الكهرباء نقوموا بعمليه توعيه سور بلاس دونك للزبون، الامور اللي لازم يتفاداها بالنسبه للمنزل تاعو. كما قلت لك بالنسبه للديجونكتور، بالنسبه للكهرباء اذا كان لو ديجونكتور غير مطابق للمعايير وما يحترمش لا بي ام دي دونك القدره اللي تم اعطائها للزبون، ما رايحينش نوضعوا الاعداد والكهرباء لحيز الخدمه. ما نوصي به الزبون انه اي تغيير في الشبكه الداخليه للكهرباء او الغاز انه يقوم بها من طرف محترف
وأن يعلم بها وكيله للكهرباء والغاز، الوكالة التجارية للكهرباء والغاز. أعيد فقط، ربما ستختمون، أعيد فقط الترحم على أرواح الأطفال جميعا. إن شاء الله أمين. إذن سيدة مرزوقي فاطمة الزهراء، مسؤولة الإعلام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام. إحنا برامج جديدة متواصلة، ألقاكم بعد قليل.